وينضم إلينا من دبي رائد حامد الخضر، كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب. أهلا بك رائد. بداية، نرى هذا التفاعل والقوة التي يشهدها الدولار الأمريكي في جلسة تداولات هذا اليوم. برأيك، في ظل التوقعات لرفع الفائدة وإبطاء وتيرة رفع الفائدة في الاجتماع المقبل للفيدرالي، كيف سيكون مسار الدولار في الفترات المقبلة؟ يعني نحن نشهد أن الدولار الأمريكي في الوقت الحالي يرتفع وبقوة نتيجة الطلب الواضح عليه في الآونة الأخيرة. أولا، أن عمليات جني أرباح كانت على أسواق الأسهم عقب إعلانات الأرباح، وعمليات جني الأرباح كانت حولت توجه المستثمرين من الرغبة بالمخاطرة إلى الدولار الأمريكي والتوجس من المستقبل ومن الفترة المستقبلية، خصوصا أنه في عندنا مجموعة من بيانات تضخم ممكن تصدر خلال التعاملات هذا الشهر، وأيضا ننتظر قرار الفيدرال الأمريكي في الشهر القادم. فبالتالي بدأ المستثمرون إجمالا يتجهون إلى عملية إيقاف المخاطرة والتوجه نحو الأصول ذات المخاطرة المنخفضة أو حتى إلى الدولار الأمريكي ما نشهده في الوقت الراهن، وهذا سبب قوة واضحة في أداء الدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه. نشهد اليورو عند مستويات التكافؤ مرة ثانية، نشهد الجنيه الاسترليني دون مستويات 1.18، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي العملات أمام الدولار الأمريكي. أعتقد أنه في عندنا ضغط كبير على الدولار الأمريكي كونه هو حاليا هو بحد ذاته ملاذا آمنا، عم بيوفر لي عائد مرتفع، إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر مما هو يعني تم تحقيقه، السندات أيضا سوقها جيد. فإجمالا الطلب على الدولار الأمريكي في أوجه في الفترة الحالية، وممكن أن يستمر هذا الأمر خلال الفترة القادمة، خصوصا إذا ما جاء الفيدرال الأمريكي بلسان الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة وإلى أسعار فائدة أعلى من الحالية، وبالتالي 75 نقطة أساس تعود مجددا إلى الطاولة، خصوصا أن الفيدرالي كان ميالا إلى تشديد السياسة النقدية وإلى عدم الإبقاء على سياسة تحفيزية في اجتماعه الأخير بشكل واضح، فهذا يرجح إمكانية رفع أسعار الفائدة ب 75 نقطة أساس، ومفاجأة جديدة للأسواق. نعم رائد، إذن يعني بما أنكم تتوقعون استمرار رفع معدلات الفائدة واستمرار أيضا ارتفاع الدولار، ما هو مصير الذهب في هكذا أجواء؟ يعني إلى أي مدى سيكون التأثير عليه؟ هل سيزور مرة أخرى مستويات ما دون 1700 دولار؟ سيد طيب، إذا راجعنا الضغط الذي تحقق على أسعار الذهب في الآونة الأخيرة، فهو نتيجة الشدة أو الانتنس الذي أظهره الفيدرالي بعملية رفع أسعار الفائدة بشكل حاد. بالتالي رأينا الذهب تحت الضغط، الذهب حاليا تحت الضغط، وممكن أن يستمر الضغط حتى مستويات 1680 دولار للأونصة مرة أخرى، حيث من المتوقع وبشكل كبير وبشكل واسع الطيف أن يكون هو مستويات ممتازة جدا لتكوين موجة صاعدة على أسعار الذهب والعودة إلى مستويات أعلى، بمثل ما حدث في عام 2016 عندما بدأ الفيدرال الأمريكي بتشديد السياسة النقدية عقب سلسلة طويلة من برامج التيسير استمرت منذ الأزمة المالية العالمية بال 2011 حتى يعني 2008 حتى وصولنا ل 2016 بدأ تشديد السياسة النقدية، وبدأ الذهب بالارتفاع ووصل إلى قمته خلال أيام كورونا نتيجة الكورونا، ولكن قبل الجائحة كان الذهب يتمتع بمستويات قد وصل إلى 1900 دولار للأونصة بمشوار قطعه بأكثر من 800 دولار إضافية على الأونصة الواحدة. بالتالي عملية تشديد السياسة النقدية قد تترافق مع ارتفاع في أسعار الذهب بحد ذاته، ولكن التأثير المؤقت لعملية القوة التشديد في السياسة النقدية يؤثر سلبا على الذهب، ممكن يضغطوا نحو مستويات 1700 إلى 1680 ومن ثم يعاود الموجة الصاعدة. نعم، لو تحدثنا الآن على قطاع الطاقة والضغوط اللي بنشهدها اليوم في جلسة اليوم على أسعار النفط المتراجعة بأكثر من 1% عند أدنى مستويات إلها في 6 أشهر، واليوم هناك مباحثات حول الملف إيران النووي أيضا مع الدول الغربية، برأيك إلى أي مدى سيواصل النفط هذا التراجع، خاصة في وسط توقعات بعودة الإمدادات النفط الإيراني في الفترة المقبلة؟
يعني أعتقد ما يحدث الجلبة مؤخرا بإمكانية ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر هو الضغط الطلب الأوروبي الذين يرفع مستويات السوق إجمالا وبحثهم عن البدائل عن النفط الروسي. هذا سبب نوعا ما ضغط في الآونة الأخيرة، ولكن من تقريبا حوالي الشهر ونحن نشهد أسعار النفط بدأت بسلوك منحنى أو نفق هابط وقناة هابطة، وعمليات الصعود هي عمليات تصحيحية مؤقتة ومن ثم عودة للاتجاه الهابط. فبالتالي مستويات الـ WTI عند 88 دولار للبربيل تعطينا صورة مبدئية أنه النفط لا يزال تحت الضغط وممكن أن يهبط حتى دون مستويات 80 دولار للبرميل بالنسبة للـ WTI. هذا ممكن أن يتحقق بسبب أولا أنه في عندنا وجود نفوذ جديدة ممكن تدخل على السوق مثل ما تفضلتي، أنه إمكانية دخول النفط الإيراني. ثانيا نقطة مهمة وهو الاعتماد على الطاقة الشمسية والطاقة الطاقات البديلة التي ارتفع اعتمادها في بعض الدول مثل على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية ب 320%. فعمليا نحن في عنا ارتفاع واعتماد أكبر أيضا على الطاقات البديلة، وهذا يقلل من ضغط الطلب الذي يدفع بالأسعار بشكل عالي. وأيضا على سبيل المثال مثل ما تفضلت وقلت أنه النفط الليبي الذي تمكن من تحقيق مستهدفاته وإمكانية زيادة الإنتاج بشكل أكبر، وأيضا لدينا إمكانية دخول النفط الإيراني. إجمالا المشكلة هي ليست مشكلة عرض على الإطلاق بالفترة القادمة، نعم. إمكانية الزيادة موجودة والطلب يتم معاوضته بشكل سريع إما من خلال العرض المرتفع أو أنه البدائل للطاقة. نشكرك رائد حامد الخضر، وأنت كبير استراتيجي الأسواق في إيكويتي جروب، كنت معنا من دبي. شكرا جزيلا لك. شكرا.